النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين: لا تقدموا، أصلها لا تتقدموا، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل. رفع هنا باعتبار أنه بدل من الواو التي هي فاعل فيه لا تقدموا، لأن الاستثناء هنا غير موجب، يعني أنه تقدمه، يعني الموجب يعني غير المؤكد، لأنه تقدمه إما نفي أو نهي أو نهي أو استفهام، هنا تقدمه نهي. إلا رجل، وورد إلا أن يكون كما عند البخاري إلا أن يكون رجل، فيكون فاعل لكان التامة، وورد إلا رجلا باعتبار النصب على الاستثناء، فيصح الوجهان إما البدلية وإما النصب إذا كان الاستثناء تاما غير موجب.